الفترة اللي فاتت كمان مصر كانت يعني لفتت أنظار العالم أكتر من مرة في الوقت اللي فيه كتير من الدول لغت فيه فعاليات وبطولات ودورات مهمة جدا في رياضات مختلفة. مصر خدت التحدي ده وقبلته ونجحت فيه بتفوق وبشهادة العالم كله ابتداء حتى من مونديال اليد من كام شهر لو حضراتكم تفتكروا. عموما الخبر اللي جاي عن استعداد مصر لاستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث. حددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم 6 يونيو المقبل إن شاء الله لدخول جميع المنتخبات المشاركة لنظام الفقاعة الطبية، حيث تأتي بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث كمحطة أخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وحتنطلق فعالياتها إن شاء الله خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل، واللي حتقام جميع منافساتها في الملاعب والصالات المخصصة باستاد القاهرة الدولي. واللي حصل كالآتي: استقبلت اللجنة المنظمة منتخب الصين أول امبارح على أن طبعا تستقبل باقي البعثات فور وصولهم إلى القاهرة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل بطبيعة الحال على إنهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالانتقالات والإقامة وأماكن التدريب. طيب تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من خلال باشمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث. باشمهندس شريف صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. صباح النور، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. عايزين بقى ناخد من حضرتك فكرة كده عن الاستعدادات اللي مصر بتستعد لها حاليا والتحديات كمان المتوقعة لإنجاح هذه الفعالية وهذه البطولة وإبهار العالم مرة تانية من خلال حسن التنظيم. البطولة دي طبعا هي أهم مرحلة وأهم بطولة للاتحاد الدولي السنة دي، وهي بطولة العالم للكبار، وهي المرحلة الأخيرة للتأهل للأولمبياد، وأهم مرحلة لها تأهيل مباشر للدورة الأولمبية. إحنا حاطين عليها آمال كبيرة إن شاء الله عشان نوصل للماكسيمم كوتا بتاعتنا اللي هي ولدين وبنتين. مصر حاليا مؤهلة بولد وبنت، وعايزين نوصل للحد الأقصى اللي هو ولدين وبنتين لتأهيل الأولمبياد إن شاء الله. البطولة زي ما حضرتك قلت من 8 ل 14 في أكثر من 50 دولة هتكون موجودة إن شاء الله بكل قارات العالم فيها. مصر دلوقتي بقت من مصاف الدول اللي بتعرف تنظم بطولات عالمية، الدول قليلة الحقيقة في العالم حاليا اللي بتعرف تنظم بطولات على أعلى مستوى في ظروف الكورونا، منها مصر طبعا هي نمرة واحد. إن شاء الله إحنا جاهزين للبطولة في تواصل تام مع وزارة الرياضة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، عشان البطولة تطلع على أعلى مستوى ممكن إن شاء الله. لاعبتنا جاهزة في معسكر حاليا زي ما حضرتك قلت مع منتخب الصين، لسه مخلصين نهائي كأس العالم من يومين. الفرق تبدأ تيجي تباعا لمصر إن شاء الله، سواء للمعسكرات أو دايركتلي على البطولة. كل من هو بعيد زي الصين وكوريا واليابان وغواتيمالا وشيلي وامريكا، كل دول جايين بدري خلاص عشان فرق التوقيت كمان ما ياثرش على لاعبتهم. هل في دول مثلا او منتخبات كانت مثلا بعتت مندوبين ليهم في البدايه عشان يتاكدوا من ان احنا عاملين كل المطلوب ومتخذين كل الاجراءات المطلوب اتخاذها لضمان سلامه اللاعبين والاجهزه الفنيه والطبيه المرافقه ليهم، ولا حصلت حاله من الثقه عند دول العالم بعد ما شافوا بنفسهم ان مصر قبل كده على مدار الشهور اللي فاتت نظمت فعاليات بنفس القدر من الاهميه وبنجاح شديد؟ لا طبعا، هو ما فيش حد بيبعت مندوبين عشان يتاكدوا. هم اللي بيحصل ان هم الاتحاد الدولي هو اللي بيبعت لجنه خلاص تتاكد ان كل حاجه على اعلى مستوى، وتتابع مع الاتحاد المحلي للعبه كل الاجراءات. طبعا زي ما انت قلت، بطوله اليد ونجاحها، بطوله الرمايه ونجاحها، بطوله السلاح ونجاحها، كل دي عوامل الحقيقه افادت كتير ان وبينت ان مصر قادره على التنظيم بدون اي مشاكل. البطولتين الكبرتين المتبقيتين قبل الاولمبياد هم بطوله العالم طبعا للخماسي الحديث، وقبليها بيومين هيبقى في احدى مراحل كاس العالم في الجمباز، والاثنين هيبقى في استاد القاهره في تنسيق كامل مع جميع الجهات عشان تبقى على اعلى مستوى ان شاء الله. انا بطمن الناس يعني ما يلاقوش من حاجه، الدنيا عندنا كويسه، البروتوكول اللي معمول الحقيقه على اعلى مستوى، التعاون مع وزاره الشباب والرياضه في كل ادق التفاصيل، تجهيز الملاعب وكل ده ماشي على قدم وساق. ربنا معاكم ان شاء الله، وباذن الله تكلل كل مجهوداتكم بالنجاح، وزي ما كنت بقول من شويه ان شاء الله برضو نبهر العالم تاني وتالت ورابع بحسن التنظيم وبقدرتنا على اداره الازمات بشكل عام. باشمهندس شريف انا بشكر لحضرتك جزيل الشكر، صباح الفل عليك.
بص، من الناحية دي أعتقد إن إحنا يعني عملنا ده من فترة طويلة جدا. آه يعني الموضوع دلوقتي ما أصبحش بقى حتى في تفصيلة الفقاعة الطبية أصلا. بالظبط بالظبط، وده بشهادة الجميع حتى بعد يعني البطولة لما كانت مقامة هنا. إحنا بنتكلم إن القصة كلها إن يعني أنت مش محتاج تثبت للعالم حاجة، بس إحنا كان عندنا عدم ثقة إحنا في نفسنا. يعني ده كان الحوار الداير زمان، إحنا نقدر ننظم حاجة دولية، إحنا نقدر نعمل حاجة زي كده. أه نقدر وقدرنا وهنكمل. بس فكرة إن أنت أوقات البعض كان عنده التقليل من الذات دي اللي كانت غريبة. هقولك على حاجة، ممكن يبقى شوية الناس اللي هم المشككين والمتشككين إن ممكن تكون يعني الله أعلم، حاطط نفسي مكانهم، ممكن تكون مرجعيتهم إن شافوا إن في دول عظمى عظمى بالمعنى الحرفي وإمكانياتها طبعا ممكن نقعد نتكلم عنها أيام، ومع ذلك وبكل الاقتناع أجلت أو لغت ايفنتات كتيره واحداث رياضيه وبطولات كبيره. فممكن من هنا يعني الواحد يقول الله، طب ما اللي يخلي مثلا دوله زي كذا اجلت، يعني احنا اجدع منها. اتضح ان احنا اجدع منها. احنا اجدع منها طبعا. يا سلام، خلي بقى الشعب بتاعهم هو اللي يتكلم. ما مصر عملت بالظبط كده.